الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. إذا في الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال 335 متعلق بالتوازن التعامد. إذا نعتبر النقطتين أ الإحداثيات ديالها وصل 8 والرتب هو 1 وبي الرتب ديال الوصل ديالها 7 والرتب ديالها هو ناقص 3. أولا نحدد معدل المستقيم أ بي، ليكون المستقيم ديال هذه المعادلة هو إكس أي تو جي غري ناقص 7 كتساوي 0، بينما معدل المستقيم دي والمستقيم أ بي متعامدان كيعطي معدل المستقيم ديال أن معدل المستقيم أو معدل المستقيم ديال. إذا غادي نبداو، غادي نحدو معادلة المستقيم أ بي. أول حاجة لدينا المعادلة المختصرة للمستقيم AB تكتب على شكل Y كتساوي MX زائد B. لأول حاجة لنحدد M الميل، إذا M كيساوي أرتوب النقطة الأولى اللي هو مثلا ناخدو B ناقص أرتوب ديال النقطة A بالنسبة لنا بي، تلاتة غنسبقو بالأقصر ديال النقطة بي ناقص الأقصر ديال النقطة أ. ثم المرحلة الثانية غادي نعوضو الأقصر ديال النقطة ولا الرتب ديال النقطة بي هو كيساوي ناقص تلاتة ناقص الأقصر ديال النقطة ديال الرتب ديال النقطة أ اللي هو ناقص واحد، ناقص ناقص واحد على الأقصر ديال النقطة بي اللي هو سبعة ناقص الأقصر ديال النقطة أ اللي هو تمانية. ثم غادي نحول الفرق إلى مجموع، ناقص تلاتة زائد واحد، نحول الفرق إلى مجموع سبعة زائد ناقص ثمانية. إذا مجموع عددين لا مشارتان مختلفتان لعند بعد المسافة كنعتبر بالإشارة ديالو، ثم كنديرو فرق المسافتين، إذا ناقص ثلاثة ناقص واحد هي اثنان على سبعة ناقص واحد هي ناقص واحد، ثاني اثنان ناقص اثنان ناقص واحد هي اثنان لأن الخارج ضمن نفس الإشارة، إذا فهو عدد موجب، إذا اثنان منه هو المعادلة تصبح على شكل y كتساوي 2x زائد b. ثم غادي نحدو b ونحدد b الأرتوب عند الأصل. هنا لدينا، ثم غادي ناخدو النقطة b أو c بحال النقطة a أو b. لدينا a تنتمي إلى مستقيم ab، يعني أن y a تساوي 2x a زائد غادي نعوضو إيكغيك أ بالأرتوب ديالها اللي هو ناقص واحد تساوي اثنان ضارب الأرتوب ديال النقطة الوصل ديال النقطة أ اللي هو تمانية زائد بي، إذا ناقص واحد تساوي اثنان في تمانية هي ستاش زائد بي. إذا هاو نديرو الطرف الآخر نغيرو ليه إشارة، إذا الإشارة ديال الموجب غيولي سالب تساوي بي، إذا ناقص سبعتاشر تساوي بي. ومنه المعادلة المختصرة المستقيم AB هي Y كتساوي 2X ناقص 17. ثم السؤال الثاني ليكن T المستقيم، إذا السؤال الثاني اللي عندنا السؤال الثاني لدينا، إذا عندنا T المستقيم الذي معادلته T معادلته هي X يزايد 2Y سبعة تساوي صفر. إذا مطلوب نبين بأن المستقيم دو أ بي متعامدان، لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم دي إكس زائد جوج إكغيك ناقص سبعة تساوي صفر. إذا هاد الطريقة نحافظو بإكغيك هنا، ولي باقي ندور الطرف الآخر عندنا اثنان إكغيك تساوي ناقص إكس زائد سبعة. غادي نقسمو كل شيء على اثنان، غادي اثنان إكغيك تساوي اثنان مثلا نقسمو على اثنان ناقص إكس قسمو على اثنان زائد سبعة قسمو على اثنان، إذا نختصر باثنان عندنا إكغيك تساوي ناقص واحد على اثنان إكس زائد سبعة على اثنان. إذا هذه المعادلة المختصرة ديال المستقيم دي. ومنه ميل مستقيم دي هو ناقص واحد على اثنان، ولدينا ميل مستقيم أبي هو اثنان. إذا حسبنا ميل ديال مستقيم أبي، إذا أخدنا مستقيم أبي الميل ديالو هو اثنان، حتى حسبنا لقينا فهو اثنان، دل داعي لنعودو هنا هو اثنان. باش نبينو بأن مستقيم دي ومستقيم أبي متعامدان، يكفي نبينو بأن جذع ميلهما يساوي ناقص واحد. منه هنا إلا خدينا ميل ديال مستقيم دي يعني ناقص واحد على اثنان ضارب اثنان تساوي ناقص اثنان على اثنان تساوي ناقص واحد. إذا كنلاحظ بأن جذع الميلين ديال مستقيم أبي و دي دي و أبي فهو يساوي ناقص واحد. منه المستقيم دي عمودي
على المستقيم أبي، المستقيم تي عمود على المستقيم أبي. ثم السؤال الثالث، اعطي المعادلة المستقيم الثالث، المعادلة المستقيم ديال تنمر من الطاولة موازي المستقيم دي. إذا ثالثا، معادلة مستقيم دلتا المار من النقطة A والموازي للمستقيم د. لدينا مستقيمان متوازيان، لدينا مستقيمان متوازيان لهما نفس الميل، نفس الميل. وبما أن ناقص واحد على اثنان ميل مستقيم ت، فإن ناقص واحد على اثنان ميل المستقيم دلتا. إذا اللي خدينا ناقص واحد على اثنان هو الميل ديال المستقيم ت، تعرف هو الميل ديال المستقيم دلتا. إذا المعادلة المختصرة مستقيم دلتا تصبح y تساوي ناقص واحد على اثنان x زائد b. بما أن النقطة A تنتمي، بما أن النقطة A تنتمي إلى مستقيم دلتا، فإن y A تساوي ناقص واحد على اثنان x A زائد b. و A الإحداثيات ديالها فهي 8 ناقص واحد، إذن y A فهو ناقص واحد، تساوي ناقص واحد على اثنان ضرب 8 زائد b. ناقص واحد تساوي ناقص واحد على 8 هي ناقص 8 على اثنان زائد ب، ناقص واحد ناقص ثمانية على ثمانية هي أربعة، ناقص أربعة زائد ب. إذا نضرب الطرف الآخر لدينا ناقص واحد زائد أربعة كتساوي ب، ناقص واحد زائد أربعة هي ثلاثة كتساوي ب. إذا المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي y تساوي ناقص واحد على اثنان x زائد ثلاثة. لأن هذه المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا. إذا y تساوي ناقص واحد على اثنان x زائد ثلاثة. وبعد كده وصلنا للتصحيح 35. السلام عليكم ورحمة الله.